تحياتي، اليوم موضوعنا خفيف شوي واعتبروه هدية نهاية السنة. وصلتني رسالة من الصديق محمد عبد الغني بيسألني شو لو انتهت كل مباريات الدوري بالتعادل بنفس النتيجة. يعني تخيلوا لو كل مباريات انتهت بتعادل سلبي أو بنتيجة 1-1 2-2 نفس النتيجة تكون كل المباريات. وطبعا هذا موضوع احتماله صفر تقريبا، وربما حتى لو بدي أكون منطقي أقل من الصفر. لكن بما أنه عام 2020 علمنا أنه كل شيء ممكن، شو لو صار فعلا هالشي؟ مين حيفوز بلقب الدوري؟ في الحقيقة ما في جواب واحد لهذا السؤال، والجواب بيعتمد على بطولة الدوري ونظامها. مثلا في البريمير ليج بلشوا يعتمدوا المواجهات المباشرة زي ما بنعرف في التصنيف، وبعدها تعقيدات مختلفة من الأهداف مثل فارق الأهداف والأهداف الهجومية اللي سجلتها أو الأهداف اللي سجلتها خارج ملعبك وهكذا. وفي النهاية حلهم الحاسم لما كل شيء يكون متعادل اللي هي مباراة حاسمة بنظام يتم الاتفاق عليه. يعني لو صار هذا الشيء في البريمير ليج حيلقوا كل شيء متساوي، الأهداف النقاط اللي سجلته في ملعب كل اللي سجلته خارج ملعبك، فحيروحوا لمباراة حاسمة فحيكتشفوا انهم مضطرين يعيدوا الدوري كله لأنه جميع الفرق متعادلة مع بعض. في إسبانيا عندهم حل آخر، فمثلا في الدوري الإسباني لو صار هذا الشيء بعد ما يخلصوا المواجهات المباشرة وفارق الأهداف وهذه القواعد حيوصلوا لحل احتساب قواعد اللعب النظيف. مثلا هم بيحسبوا البطاقة الصفراء بنقطة، الحمراء بتنتين، والحمراء المباشرة بثلاثة، وبيجمعوا النقاط، والفريق اللي عليه نقاط سلبية أكثر هو اللي بيحتل مركز أقل. أما في إيطاليا فالحل يبدو مضمون، فبعد نهاية كل قواعد الأهداف والمواجهات واللي بنعرفه هدول التقليديات بوصلوا لحل القرعة، وهالشي طبعا ما حصل في التاريخ، وأعتقد لعندما تنتهي قناة سيلفي سبورت في اليوتيوب أو ينتهي اليوتيوب نفسه ربما لن يحصل. لكن اعتبروا موضوع خفيف، هدية خفيفة مني إلكم في نهاية السنة اللي بقولكم فيها كل عام وإنتم ألف خير، وإن شاء الله عام 2021 عام أفضل للجميع، عام نرجع فيه لحياتنا ونطمئن على أحبابنا وعلى كبارنا وعلى أهالينا، وإن شاء الله تكون يعني 2020 درس للجميع. طبعا انتوا اصدقائي اللي في قناة سيلفي سبورت لاحظتوا انه كان في تغيير في القناة، والحمد لله قدرنا نعمل 70-80% من الخطط اللي كنت مفكر فيها لتغيير قناة سيلفي سبورت، وان شاء الله في 2021 في شوية لمسات اضافية. بستنى منكم في التعليقات دائما تتمنوا الخير للجميع، بستنى منكم في التعليقات دائما تعطوني اسئلة ومواضيع حابين نعملها مع بعض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.